النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم بدأت المملكة تتأثر بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثالثة، وبدأت الجبهة الهوائية الباردة المرافقة له بعبور أجواء المملكة انطلاقا من المنطقة الشمالية مع ساعات العصر، ثم المنطقة الوسطى مع ساعات المساء الأولى، ثم لاحقا ستمتد نحو المنطقة الجنوبية، وبالتالي الأجواء تصبح باردة بشكل لافت خلال الساعات القادمة وماطرة في العديد من المناطق. خلال الساعات المتأخرة من هذه الليلة تندفع نحو المملكة المزيد من التيارات الهوائية الشديدة البرودة وقطبية المنشأ، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، تتحول الهطولة المطرية إلى ثلجية في المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر. سنستعرض تفاصيلها خلال هذه النشرة. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول المنخفض الجوي من الدرجة الثالثة الذي تتأثر به المملكة، وهذا انزخات من الثلوج في بعض المرتفعات الجبلية العالية، وموجة جليد وبرد شديدة متوقعة أن تشهدها المملكة ما بعد ابتعاد هذا المنخفض الجوي اعتبارا من مساء يوم الأربعاء وخلال ليل الأربعاء على الخميس. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح انتشار الكميات من الغيوم المتوسطة والعالية خلال ساعات الصباح الباكر من هذا اليوم، لكن خلال ساعات الظهيرة والعصر تحولت هذه الغيوم إلى منخفضة وركامية خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى بسبب اقتراب منخفض جوي متمركز إلى الغرب من جزيرة قبرص. هذه الجبهة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي تحركت تدريجيا خلال ساعات النهار الأخيرة وساعات المساء الأولى نحو المملكة. بدأت الأمطار بالهطول في المنطقة الشمالية والوسطى ثم لاحقا نحو المنطقة الجنوبية. نبقى نتحدث عن الأمطار وعن الجبهة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي. نستعرض في هذه الخرائط خلال ساعات مساء اليوم الثلاثاء هذه الجبهة الهوائية الباردة الماطرة التي رافقت المنخفض الجوي تحركت خلال ساعات العصر نحو المنطقة الشمالية، ثم خلال ساعات المساء الأولى شملت المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة عمان. خلال الساعات القادمة تشمل المزيد من المناطق المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات منتصف الليل، وتستمر فرص الأمطار خلال ساعات الليل المتأخر في عموم مناطق المملكة بما فيها المنطقة الجنوبية، قد تشمل مدينة العقبة لكن بشكل خفيف. كما ذكرنا خلال ساعات الليل المتأخر تتدفق نحو المملكة المزيد من التيارات القطبية شديدة البرودة بالتزامن مع وجود هذا الهطول المطري التي تتحول الهطولات المطرية إلى ثلجية فوق القمم الجبلية العالية التي يزيد علوها عن 1200 متر، لكن ومع تدفق المزيد من الرياح القطبية شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء وخلال الساعات الأولى من نهار يوم الأربعاء قد يتدنى هذا الارتفاع إلى ما دون 1200 متر، وتعطل بعض زخات الثلوج في ارتفاعات أقل قد تشمل بعض الأحياء العالية من العاصمة عمان، قد تكون متراكمة بشكل محدود بشكل عام. خلال ساعات الظهيرة تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار في عموم المناطق تكون ثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية، لكن اعتبارا من مساء يوم الأربعاء يبتعد المنخفض الجوي، تتراجع فرص هطول زخات الأمطار، لكن تبقى الكتلة الهوائية شديدة البرودة متمركزة في المنطقة، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير لتكون ما دون الصفر المئوي في عموم مناطق المملكة خلال ليل الأربعاء على الخميس، ليتشكل الجليد في أغلب مناطق المملكة خاصة تلك التي تشهد طرقات مبللة بسبب الهطول المطري أو بسبب الهطول الثلجي. نتحدث الآن عن درجات الحرارة وعن الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي يوم الثلاثاء خلال ساعات الظهيرة. هذه الكتلة الهوائية شديدة البرودة المتمركزة إلى الجنوب الغربي من تركيا وإلى الغرب من جزيرة قبرص، تتحرك تدريجيا خلال ساعات مساء يوم الثلاثاء لتصل أجواء المملكة خلال ساعات منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء. تنخفض درجات الحرارة، يستمر
هبوب هذه الرياح شديدة البرودة وقطبية المنشأ على المملكة خلال ساعات الليل المتأخر من يوم الأربعاء وخلال ساعات صباح يوم الأربعاء وخلال نهار يوم الأربعاء، بالتزامن مع وجود الهطول المطري يتحول إلى ثلج كما ذكرنا فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر، قد يتدنى ما دون ذلك لفترات قصيرة خلال ساعات صباح يوم الأربعاء وحتى ظهيرة يوم الأربعاء. خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس يبتعد المنخفض الجوي، تبقى الكتلة الهوائية شديدة البرودة متمركزة فوق المملكة، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس، ويتشكل الصقيع والجليد في عموم مناطق المملكة أو في أغلب مناطق المملكة تشمل العاصمة عمان، وبالتالي يتشكل كما ذكرنا الجليد والصقيع خاصة في تلك المناطق التي تشهد طرقات مبللة بسبب الهطولات الثلجية أو الهطولات المطرية. تستمر هذه الأجواء الباردة خلال نهاية الأسبوع وأيضا خلال عطلات نهاية الأسبوع. مزيد من التفاصيل حول الثلوج والارتفاعات والمناطق المشمولة بها نستعرضها في هذه الخريطة. هذه الخريطة تمثل المناطق المشمولة بتساقط الثلوج وتراكمها. تتركز التراكمات الثلجية هنا فوق المنطقة الجنوبية تحديدا مرتفعات الشراه خاصة في منطقة الرشادية، الشوبك، الهيشة، جبل المبرك، رأس النقب، حيث تكون التراكمات نوعا ما جيدة ما بين 5 إلى 15 سنتيمتر، وبالتالي قد تعيق نوعا ما المسير والحركة على الطرقات بحول الله. أيضا قد تشهد المرتفعات العالية من المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى أيضا بعض الهطولات الثلجية التي تكون بشكل عام متفرقة، ممكن أن تكون متراكمة لكن ستكون متراكمة بشكل محدود، قد تشمل الأحياء العالية من العاصمة عمان. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء باردة، تساقط للأمطار وأيضا تساقط لحبات من البرد بسبب انخفاض كبير على درجات الحرارة مع وصول الكتلة الهوائية القطبية، 4 درجات مئوية فقط متوقعة، الملموسة 0، الرطوبة مرتفعة والرياح تبقى نشطة السرعة جنوبية غربية حوالي 40 كيلومتر في الساعة مع حبات قوية أحيانا. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء فرصة لزخات من الثلوج خاصة فوق الأحياء العالية من العاصمة عمان، 4 درجات مئوية فقط، الصغرى درجة مئوية واحدة فقط. يوم الخميس يبتعد المنخفض الجوي، تستقر الأجواء لكن تبقى الأجواء باردة بشكل عام، 8 درجات مئوية، الصغرى درجة واحدة مئوية فقط. يوم الجمعة 7 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى درجتين مئويتين فقط. كتنبيهات وتوصيات أثناء الحالة الجوية التي تتأثر بها المملكة والانتباه أثناء القيادة في الطرق المرتفعات الجبلية بسبب مخاطر الانزلاق بسبب أيضا تراكم الثلوج وتشكل الجليد خلال الأيام القادمة، والانتباه من مخاطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر خاصة المنطقة الجنوبية، وأيضا مراعاة استخدام الآمن لوسائل التدفئة في مثل هذه الظروف الجوية الباردة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.